بمناسبة الأسباب يا كابتن علاء، برغم السيطرة والاستحواذ وعدم طموح الفريق الآخر اللي هو البنك الأهلي، غير إن هو يعني نقطة يعني أبوس إيدي ووشي وظهر، وده اللي لعب عليهم، ما شفناش حتى يعني مش طمع، ما شفناش النية إن أنت حتى عايز تهدد مرمى النادي الأهلي، ولكن أنت ما قدرتش تترجم كل ده لأهداف وبالتالي المكسب. النية والهدف وكل الكلام ده اتكلمنا فيه قبل المباراة، قلنا أكتر حاجة بيطمع فيها محمد يوسف وفريق البنك الأهلي نقطة النهاردة، ولا يهمه الشكل ولا يهمه الأداء ولا يهمه فرقته بتلعب إزاي، ولا تهديد ولا حاجة خالص. هو عارف إن في فعلا إمكانيات كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي ولعيبة البنك الأهلي، لكن الحاجة اللي تؤخذ عليك يا أيمن إن في جرس إنذار كده جالك من حوالي 4-5 ماتشات، إنك دايما الشوط الأول بتطلع 0-0 والشوط الثاني يبقى عليك ضغط وبتقدر تكسب بقى 3-4 زي ما يكون، مباراة قليلة جدا حسمتها من بدري. النهارده كنت ممكن تكسب، إنك ضيعت فرص، كنت ممكن في فرص محققة يعني ممكن تجيب أهداف النهارده، لكن ما ينفعش إنك كل مباراة تضيع شوط كامل من غير أهداف بغض النظر أنت بتلعب مين. فريق واضح وصريح، انا النهارده عايز اطلع متعادل، وبجد كل التحيه لكابتن محمد يوسف والبنك الاهلي، اخذ اللي هو عايزه مباراه النهارده، ماليش دعوه الظروف ايه، لكن هو النهارده نجح. انت قصدك ان البدايه ممكن تكون كانت غلط من مستر موسيماني؟ مش حتى لو بدات بوليد وحصل تغيير، انت النادي الاهلي يعني مش انت مش محتاج تلعب وليد او بواليا او شريف، ما كل دي نجوم وطريقتك واحده ولعبك واحد، لكن انت النهارده عملت اخطاء كتير جدا هنتكلم فيها في خلال الاستوديو، بس انا بتكلم على الشكل على المباراه، شكل على المباراه فريق واضح يا ايمن من اول دقيقه ان هو انا النهارده مش عايز اكتر من نقطه بس. انت بتلعب على 3 نقاط، انت ضيعت شوط كامل مفيش فعاليه، الشوط وحش يعني الشوط مش قوي، فرص قليله جدا، طريقه لعبك مش طريقه لعب النادي الاهلي، اخطاء كتير جدا النهارده، ممكن يكون الظروف فيها شويه ظروف مطر وهواء وكده انا موافق بس بنسبه قليله جدا، لكن لازم الاول تقول البنك الاهلي اخذ اللي هو عايزه مباراه النهارده، محمد يوسف عارف هو طريقه اللعب النادي الاهلي وعارف ممكن يقفل ازاي النهارده، وكل مدربين الدوري عارفين كده، بس دايما اللي بيفرق معاك ايمن مش المنافس اكتر من انت اللي بتنفذ، انت شكلك اللي هو بيتفوق دايما. النهارده ما قدرتش تتفوق، سيبك فرص ضاعت خليها على جنب، ومش فرص كتير، المشكله انك انت بعد ربع ساعه من الشوط الثاني دخلت في حاجه مش حلوه، توتر انك بتدور على هدف وبسرعه والظروف مش سامحه، وفي توتر كتير قوي، في اخطاء كتير جدا النهارده كمان لازم نتكلم ونعترف، مفيش نجم مباراه النهارده، انت كل فرقتك مش في الفورمه بتاعتها النهارده، كل فرقتك مش مستواها خالص، يعني حتى اللي كان ممكن يبقى في مستواه النهارده اقول بيحاول وشكله مش وحش ديانج وخرج، لكن انت مش عامل الضغطه اللي هي تحسسك ايما انت في اي لحظه هتجيب جول. في مباريات كتير قوي بتلعبها بيبقى نفس الكلام، فرقه مقفله وعامله دفاع كويس قوي، بس انت متاكد ان لو اللعبه دي لو ما جاتش جول لا الثانيه، لانك انت عامل ضغط هجوم كويس قوي وفرصه واثنين وثلاثه وكوره واثنين وثلاثه، اخطائك قليله جدا، وانت بتقيس ايمن انت اخطائك قد ايه في المباراه، اخطاء تمرير، اخطاء تمركزك نفسه. النهارده لا، النهارده انتشارك كمان الهجومي مش حلو، مش واخد عرض الملعب كويس، حتى الكوره العرضيه النهارده مش كتير، معلول النهارده من اقل مباريات علي معلول النهارده، لكن هو ده ماتش النهارده، جرس انذار بدري قوي، ولازم بعد كده انت تعرف ان كل الفرق هتلعب بالتكتل ده. يحسب النهارده لازم نتكلم على البنك الاهلي، معلش يحسب لهم ان هم بدنيا مش وحشين، ده دايما الكابتن شريف بيتكلم انك انت بتستنزف الفريق المنافس في اول شوط. ايوه. انما النهارده لحد اخر دقيقه لا، البنك الاهلي بيلعب بدني كويس وهو اتفضل. بس عايز اقول لك حاجه، هو بيلعب في حدود امكانياته في نص ملعبه، ما فتحش الجيم، هو مش هيفتح الجيم، ما عملش حاجه مش زياده عن ايمن، لوجيك يا ايمن كده، لوجيك يا ايمن كده او بالعقل، عمره ما يفتح الجيم مع النادي الاهلي، هو بيلعب على قد امكانياته هو، لكن هم جريوا كتير دفاعيا، لكن هو مش هي... هو ما هو يعني هو مش هيفتح الجيم مع النادي الاهلي، هيفتح الجيم مع النادي هيتغلب 1-2 و3-4 وتبقى نتيجه عاليه، لكن هو قدر يستثمر لعبته كلها وكل واحد اخذ منه اللي هو عايزه في الحته الدفاعيه الصح. هو زي ما انت بتقول
تقريبا ما راحش نص النادي الاهلي بجري، لا لا لا، هو موفر الجري كله والتركيز ملعب والزحمه كلها في نص ملعبه هو. أيوة. على عشان هو عارف ان النادي الاهلي في حته الثلث الاخير الهجومي ده بيعرف يتعامل كويس قوي. فهو على فكره ذكاء الواحد لازم نتكلم على المدير الفني بتاعك، تتكلم على المنافس على فكره مش عيب. لا لا مش هو عارف يستثمر اللعيبه اللي احنا اتكلمنا كلها فيها قبل الاستوديو، عارف يوظفهم كويس قوي في حدود امكانيتهم بدنيا، عارف ياخد منهم بدني حته دفاعيه بس. أيوه. ان هو لو حب ايمن يعمل بدني دفاعي ومثلا يعمل هجمه مرتده وكده. أيوه. لا أيوه. مش هيقدر. أيوه. هيحصل زي ما بيحصل في كل الفرق. أيوه. ان هو يجي مثلا نص الشوط الثاني يقع منك بدني، لكن أيوه. هو عارف ان هو ساب احمد لوحده احمد علي وبدا يقفل في نص الملعب. أيوه. انت ساعدته بكده. أيوه. هي المباراه النهارده كلها على بعضها هو حاول ونجح دفاعيا، انت بقى كمان ساعدته، بس لما نتكلم تفصيل في حته ساعدته ازاي.